ليوناردو دي كابريو نجم هوليوودي، يعني طبيعي أنه أي خبر يخصه يطلع في العناوين ويتصدرها، وأمس كان الخبر الأبرز عنه هو خبر انفصاله عن صديقته من 5 سنوات العارضة والممثلة كاميلا مورون، واللي بيوعدها من 5 سنوات تقريبا. الخبر يعني في البداية كده بيبين للشخص أنه يعني عادي فنان وانفصل، وأكيد يعني المواقع والقنوات حتركز مع أمور مثل هذه، لكن الخبر أخذ حيز أكبر من الاهتمام لسبب إضافي، فالناس جالسة تتعلق على موضوع من زمان جالس مين حكى فيه عادي كده من باب التنكيت، لكن اليوم تحول فعليا لعنوان وخبر جالسين بيناقشوه جديا، ألا وهو ارتباط ليوناردو دي كابريو بفتيات أعمارهم أقل من 25 سنة فقط، وأي واحدة تكبر عن هذا السن ما يكمل معها يتركها. والموضوع عاد بقوة الآن لأنه صاحبته الأخيرة كاميلا اللي انفصل عنها الآن تمت 25 سنة الشهر الماضي، وفي كثير ناس ماخدين الموضوع تنكيت وبوستات ضحك و أنه يعني غوسب ونميمة فنانين في مواقع، لا ماخدين الموضوع أكبر من كده بكثير. فشفنا ناس عاملة تحقيق مفصل عن تاريخ ليوناردو في العلاقات وعاملين شارت وكده بتثبت كيف كل من واعدهم من سنة 99 لليوم أعمارهم ما تجاوزت 25 سنة، هذا غير مواقع ومنصات أخرى تفننت في العناوين اللي علقت فيها على الموضوع. مشاهدينا بس تعليق أخير، ليوناردو دي كابريو عمره 47 سنة.